السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى حلقة جديدة من جرائد نستهلها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الشرق، العنابي إلى دور 16 من مونديال الناشئين لليد، أحمد الشعبي: نبارك الإنجاز لسمو الأمير والتأهل هديتنا إلى الشعب القطري. في العرب: طلال البلوشي: الموسم الحالي حرب ويحتاج لمجهود أكبر. في الوطن: كلوت: لخويا قادر على تخطي كوانزو. في الراية: بعد الخسارة أمام الأخضر في بطولة الخليج للمنتخبات الأولمبية، مورينيو: سنسعى للتعويض أمام عمان. عربيا: في الاتحاد الإماراتية، الجمحي: مدرب الأبيض، هدفنا الفوز على الكويت. في الأيام البحرينية، ناصر بن حمد: البطولة تشكل فرصة كبيرة لتأكيد تطور كرة القدم الخليجية. في المدى العراقية، اتحاد الكرة يستبعد إقالة بيتروفيتش بعد فضيحة تشيلي. في الشروق المصرية، يوسف: لا بديل عن فوز الأهلي وتجاوز الظروف أمام ليوبار. في الوطن المصرية، طولان: الزمالك قادر على التتويج باللقب الأفريقي. في الوطن السعودية، اليوم الاتحاد بمواجهة الفتح على لقب السوبر، الفائز سنظفر بالكأس. في الجزيرة السعودية، الجبال: الاتحاد فريق كبير ولكن الفتح جاهز ولا تهمنا الترشيحات. عالميا، في ماركا الإسبانية، اليوم انطلاق الليغا الإسبانية، على أنشيلوتي أن يقرر كاسياس أو لوبيس. في الديلي ميل البريطانية، قبل البداية مورينيو يسخر. بعد إنجاز بطل ألعاب القوى القطري معتز برشم، ها هو عنابي اليد للناشئين يعبر تونس متوجها إلى الدور 16 من المونديال المقام حاليا في المجر. وبعيدا عن كرة اليد، وفي كرة القدم، مني العنابي الأولمبي بخسارة هي الأولى في بطولة الخليج للمنتخبات الأولمبية، مشرعا شباكه لهدف سعودي وحيد كان كفيلا بحسم المباراة لمصلحة الأخضر. أما عالميا، فكل الأنظار ستتجه إلى إنجلترا وإسبانيا مع انطلاقة بطولة الدوري في كلا البلدين. منتخب الناشئين لكرة اليد حقق إنجازا كبيرا بصعوده إلى الدور 16 من بطولة العالم المقامة حاليا في المجر. التأهل جاء بعد فوزه على المنتخب التونسي ب 22 هدفا لقاء 21 في ختام الدور الأول، ليحل وصيفا للمجموعة الثانية بعد المنتخب السويدي المتصدر. أحمد الشعبي رئيس اتحاد كرة اليد أهدى الإنجاز لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، وتمنيا أن ينجح الفريق في مواصلة المشوار في البطولة. مباراة تونس مثلت ضغطا نفسيا وعصبيا كبيرا بالنسبة لنا، لأنها كانت مباراة التأهل والصعود، لذلك أعتقد أن تراجع الأداء من جانب لاعبينا في فترات من المباراة والتي أدت إلى تقدم المنافس يعود في المقام الأول للضغوط النفسية، لا سيما وأن هؤلاء اللاعبين ما زالوا يفتقدون الخبرة للتعامل مع مثل هذه المواقف. لكن الحمد لله استطعنا وبفضل الروح القتالية والإصرار والعزيمة من العودة بقوة للقاء وأنهيناه لصالحنا. المرحلة المقبلة تستلزم المزيد من التركيز وبذل الجهد والعرق داخل الملعب لإكمال هذا الإنجاز والوصول إلى دور الثمانية. إلى كرة القدم، طلال بلوشي لاعب السد شبه الموسم المقبل لدوري نجوم قطر بالحرب، وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا من الزعيم في رحلة الدفاع عن لقبه. لاعب السد لفت أيضا إلى أن العودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا ستكون من أهم التحديات بالنسبة لزعيم الكرة القطرية. المنافسة ستكون أصعب بكثير من الموسم الماضي، وسنواجه مطبات صعبة عديدة في طريقنا للحفاظ على اللقب، خاصة في ظل حرص كل الفرق على التجهيز الجيد وتدعيم الصفوف بالعديد من اللاعبين المميزين. لذلك فالموسم المقبل سيكون أشبه بالحرب الكروية،
السد دائما جاهز ونعلم تماما ما ينتظرنا الموسم المقبل، ونخوض الآن فترة أعداد جيدة للغاية، والجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة ومعاونوه يقومون بمجهود جبار للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية قبل انطلاق بطولة الدوري. كلود أمين حارس مرمى فريق الإخوية أكد جاهزية فريقه للمباراة المرتقبة أمام غوانزو الصيني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 21 من أغسطس الجاري. حارس الإخوية لفت إلى أن الفريق في قمة الجاهزية فنيا وبدنيا، الجميع لا يفكر سوى في هذه المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل المهمة في العودة والتأهل للدور المقبل. هذه أول مرة يصل الإخوية إلى هذه المرحلة من دوري أبطال آسيا، والإخوية قادر على الفوز والعبور لنصف النهائي. شاهدت مباريات بالفيديو للفريق الصيني، لا أتعرف على طريقة لعب المنافس، وهو فريق رائع على المستوى الآسيوي، ويجب التحضير الجيد للمباراة. أتمنى أن نحقق لقب الفوز باللقاء، كما أتمنى أن ننجح في تحقيق الفوز بلقب الدوري في الموسم القادم، خاصة أن لدينا فريقا متكاملا ونحن قادرون على تحقيق كل الألقاب في الموسم الجديد. منتخب قطر الأولمبي استهل مشواره في البطولة الخليجية بالبحرين بالخسارة أمام السعودية بهدف نظيف. مورينو مدرب منتخب قطر أكد أن الخسارة ليست نهاية المطاف، وأن الفريق قادر على التعويض في المباراة المقبلة أمام عمان. لم نقدم مستوى جيدا في الشوط الأول بسبب حالة الطقس والحرارة الشديدة والرطوبة العالية التي أثرت على أداء اللاعبين، وخسرنا الشوط الأول بهدف. ودخلنا الشوط الثاني بمستوى أفضل، وضعنا بعض المحاولات على مرمى السعودية. سنقوم بإعادة تأهيل الفريق بصورة أقوى، والخسارة ليست نهاية المطاف، وحظوظنا قائمة في المباراة القادمة أمام عمان، وسوف نراقب المنتخب العماني في مباراته أمام السعودية. إلى جولتنا العربية ونواصل الحديث عن البطولة الخليجية. يلتقي مساء اليوم منتخب الإمارات الأولمبية مع نظيره الكويتي ضمن المجموعة الأولى في منافسات